من بعد ما تعرفنا على كيفية جميع المعلومات الخاصة بالخصوبة، الآن غادي ننتقلوا في هذا الفيديو اللي غيوصل فيه الباحث كريم الحوار مع السيدة سعيدة الصافي، زوجة رب الأسرة، هذه المرة حول الأسئلة المتعلقة بالخصوبة عند النساء. شحال عندك ديال الوليدات مازال عايشين؟ الله يحفظهم لك. عندي ثلاثة الوليدات، هما اللي كاينين معايا دابا. الله يخليهم لك. واش عمرو زاد عندك شي وليد ولا بنيته وتوفوا لك؟ الله يحفظ. كانت توفات لي واحد البنية كان عندها 6 شهور، وسبق توفى لي واحد وليد قبل ما يتزاد. واش زاد عندك شي وليد ولا بنيته في 12 شهر الاخر؟ تزادت عندي غير البنت اللي قلت لك توفات على 6 شهور، الله يرحمها. الله يرحمها ويرحم امها اجمعين. امين. كان هذا فيما يخص كيفية تحديد الخصوبة.